النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الربا يجري في 6 أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. إذن عندنا 6 أصناف ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. إذا بيع الربوي بجنسه يشترط شرطان: التساوي والقبض قبل التفرق من مجلس العقد. الذهب بالذهب، كيلو ذهب بكيلو ذهب لابد أن يقبض قبل التفرق من مجلس العقد. لو قال: بعتك هذا الكيلو من الذهب بكيلو من الذهب، وظل في المجلس ساعتين وقبل أن يفترق قبض، يصح؟ يصح، لأن القبض قبل التفرق. لو قال: بعتك هذا الكيلو من الذهب بكيلو من الذهب، قال: لا بأس، تعال معي إلى المستودع وأعطيك الكيلو، هو قبض الكيلو، لكن هما يسيران لم يفترقا، كل منهما ماسك بيد الآخر أو لم يكن ماسكا، المهم أنهما يسيران، فوصل إلى المستودع وأعطاه الكيلو، يصح؟ يصح، لأنه قبل التفرق من مجلس العقد.